أوميكرون يحير العالم. طوارئ في المستشفيات، أعداد المصابين تترى، والملايين يسكنهم الخوف من فيروس يتردد أنه الأشد فتكا. الشركة المصنعة للقاح تسابق الزمن وتعيد بلقاح قريب. تقول مودرنا إنه سيكون جاهزا في مارس المقبل. لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة، ترد منظمة الصحة العالمية، وتؤكد أن تعديلا بسيطا للقاحات الحالية يفي بالغرض. المنظمة التي سرعت قبل أيام للتحذير من خطورة أوميكرون تحذر هذه المرة من التضييق على السفر وإغلاق الحدود. بدلا من ذلك تطالب دول العالم بتجاوز أنانيتها والقبول بتوزيع عادل للقاحات. لن يمنع حظر السفر الشامل انتشار أوميكرون، بل يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يذهب أبعد من ذلك، ينتقد إجراءات منع السفر على دول إفريقية بعينها، إنه الأبرتايد. يقول غوتيريش بلا تحفظ: لدينا الوسائل لتطبيق سفر آمن، فنستخدمها لتجنب هذا النوع من، واسمحوا لي أن أقولها، أبرتايد السفر غير المقبول إطلاقا. في صمت يواصل أوميكرون الفتك بضحاياه. طوابير طويلة أمام المستشفيات الألمانية، لم تعد غرف الإنعاش تستوعب قوافل المرضى. طائرات القوات الجوية جندت لنقل أعداد منهم إلى مدن مجاورة. المشهد يبدو أقل سوءا في عواصم أوروبية وغربية، لكن حالة الاستنفار والقلق لا تفارق السلطات هناك. قلق يدفع المفوضية الأوروبية للمطالبة بفرض تطعيم إجباري لا يستثني أحدا. أظن أنه من المفهوم والملائم أن تجرى هذه المناقشة الآن. كيف يتسنى لنا أن نشجع وربما نفكر في التدعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي؟ عربيا، حالة ترقب لما هو آت. أولى حالات الإصابة بأوميكرون سجلت في السعودية والإمارات. دول أخرى في المنطقة تستعجل إغلاق حدودها. يقرر المغرب وقفا تاما للرحلات الجوية إلى حين، وتسارع الجزائر إلى فرض قيود جديدة دون استبعاد العودة إلى الإغلاق التام.